أمل عادل، بنرجع نحن وياك كمستشارة بجمعية بيت الموجوعين. كنت عم تخبرينا عن نشاطات الجمعية، في عندكم سوق خاص ليكونوا كتار عم يستفيدوا منه بشكل كتير سريع، هيك حطينا بالأجواء تنعرف معك. نعم، الله معكم، زمن صوم مبارك. الله يحفظك. خبرينا عن النشاط اللي عاملينه، هالنشاط الخاص يعني عم نحضر. نعم السوق اللي عم بتحضروه سوق الثياب ليتوزع على اكبر عدد ممكن من الناس، وايضا نحضر شموع ونزينه من الشعانين ان كان عند الكنائس الكاثوليكيه والارثوذكسيه، ويتم توزيع الشموع ليحمل كل طفل شمعه ويكون مثله مثل غيره. من ذلك الأمر تقوم جمعيتنا بزمن الصوم بفطور أسبوعي كل يوم ثلاثاء بمركزنا مجلية قضاء الغرفة، تجمع عدد كبير من المسلمين والمسلمات وكل العائلات المحتاجة، نقدم لها فطور ووجبات غذائية صيامية ساخنة. وأيضا بمناسبة عيد الفصح يتم تحضير بعض الهدايا لأمهات السقالة والحزانة لزيارتهم في منازلهم. ولا يمنع ضمن زمن الصوم أن يصادف يوم المرأة العالمي وعيد الطفل وعيد الأم. جمعيتنا تحضر نشاطات بمناسبة عيد الأم وعيد الطفل، ونؤكد يوم المرأة بالنسبة لنا كجمعية سيكون نهار مميز يتحدث لمحاضرات في قلب مركز الجمعية لنسلط الضوء على دور المرأة على مختلف الصعد. ولا يخلى الأمر شهر آذار يصادف بدء شهر رمضان المبارك، تقوم جمعيتنا وتخص أخوتنا المسلمين بفرادي خاصة وبنشاط إنساني، لتؤكد جمعيتنا إنها عابرة لجميع الطوائف والأديان، ونؤكد بأن جمعيتنا ما زالت جولاتها مستمرة بمختلف السجون اللبنانية لتقدم لإخوتنا النازلين والنازلات الحاجات الأساسية والإنسانية وغيرها من النشاطات. يعني أنا بدي هيك حييكم وهيك ضم صوتي لصوتكم، وقول قدي اليوم الإنسان بيكون إلى جانب خيو الإنسان بأعمال إنسانية، بيكون فعلا هيك الرب شايفه وعم بيردله أضعافه أضعاف ما يقدم وما يعطي. بدي أرجع معك بس لهيدا السوق اللي كنتوا عم بتقولوا عنه، سوق الأحذية وسوق التياب، كيف الناس بتقدر تاخد منه أو تحط فيه؟ نعم، نحن دائما بنحط رقم تليفون، دائما بننزل ستوريات دائما ضمن الجمعية مركزها. نعم. هي مجلية صغرتها. نعم. دائما نحن بنعرض وبننزل وين يعني الناس بتستفيد منه، ناس بتغني يعني ناس بتزيد عليه بضاعة وناس بتجي بتاخد منه. نعم نعم. نتمنى لكم كل التوفيق وبنشكرك على حضورك. أمل، بعد عندك شيء حابه تضيفيه قبل ما نختم نحن وياكي؟ بتمنى بزمن الصوم زمن الرجوع والارتداء الى الرب ان يعم السلام بوطننا لبنان، وتزول هذه الغيمه السوداء عن شرقنا الجريح، وما تبقى الحروب موجوده، تبقى لغه السلام لغه اساسيه إن شاء الله يا رب. الله يسمع منك. شكرا أمل عادل، مستشارة من جمعية بيت الموجوعين، يعطيكم ألف عافية وزمن صوم مبارك ومقبول.